أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان حملة توعية للوقاية من كورونا شملت كافة المخيمات الفلسطينية وحملت عنوان معا لكسر حلقات تفشي فيروس كورونا. المتطوعون وزعوا كتيبات على المارة وملصقات تحمل إرشادات وقائية. عم نذكر أكثر بأنه كل شخص هو مسؤول عن حاله، كل فرد شيء ببلش من عنده، الأسرة ببلش من عندها، باتخاذ سبل الوقاية اللازمة، الإجراءات الوقائية الضرورية اللازمة. الحملة تضمنت نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر التوعية لأكبر عدد من اللاجئين بعدما انتشر الفيروس وأصاب كل المخيمات الفلسطينية، وذلك في ظل ضغط يعاني منه القطاع الصحي في لبنان بسبب ارتفاع أعداد المصابين. مفروض الشعب يوعى لأنه كورونا منتشر بكل مكان، وعنا هون بالمخيم ما في توعية، بتلاقي كله مخلوط مع بعضه والشعب ما عم يوعى، ما حدا عم يوعى بالنسبة لكورونا. حملة توعية كتير منيحة وإن شاء الله كل العالم تلتزم فيها، وقاية كتير مهمة لألنا ولألكم وللعالم كله، للأولاد وللكبار وللصغار. تدق حملات التوعية اليوم ناقوس الخطر وتذكر بمسؤولية كل فرد بالحفاظ على صحته وسلامة محيطه قبل حصول كارثة صحية لن يكون من السهل التعامل معها. كسر سلسلة فيروس كورونا يتطلب إلى جانب تلك المبادرات وعياً مجتمعياً لم تشهده المخيمات الفلسطينية منذ انتشار الفيروس في لبنان وحتى اليوم. حنان عيسى الغد من مخيم برج البراجنة، بيروت.